الراديو 90-90 هواها مصر. يلا عمل نفسك سامع ومخد لك خمسة صيانة وركز شوف هنقول ايه اتمسو خليك عالراديو تابع يلي بتسمعنا خمن كلمة سر الليلة ايه عالراديو 99 سالي عبد السلام بتمسي عاللي سامعين سالي عبد السلام. يا مساء الفل ومساء البهجة ومساء كل حاجة حلوة على عيون مستمعين الراديو 90-90. مساء الفل. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. لسه معاكم سالي عبد السلام. اهي لسه معاكم. اهي لسه جاية يعني الحمد لله ربنا كرمها وجات وكده. وكل تلات واربع اتمسوا وقولوا يا مساء. نبدأ بالاس ام اس بلاش رخامة عشان الموضوع النهاردة هيبقى تقيل شوية. تعرفين احنا بنتكلم جد قوي. SMS 199 ممكن تكلمونا على 2-18-10-8-66 أو تبعتونا على الفان بيج فيسبوك / راديو 99 أو على تويتر هاشتاج اتمسوا أو الراديو 99. دول اللي بدأوهم من بدري. انتوا لسه لقيت حاجة على الفيسبوك عجبتني جدا. بيقولك ايه بقى؟ بيقولك عارف لما تقشر السودانية فالسودانية تقع ويفضل القشر في ايدك؟ هو ده ملخص حياتي. في ناس كده، في ناس فقرية يعني، في ناس يا حرام كل ما تيجي تفرح الفرحة تروح كده. عارف لو أنا مسكت السودانية وخلاص ده أنا هاكلها خلاص الدنيا ضحكت لي يابا. تلاقي السودانية بس القشرة بس اللي في إيدك. أنت ملخص حياتك إيه؟ لو قلت لك اتكلم عن حياتك، وفي ناس عايشة حياة حلوة جدا يعني، في ناس حاجات حلوة وحاجات وحش، بس إحنا بنعمل إيه؟ الشعب المصري عموما الأغلبية إن إحنا في ساعة النكد بنطلع نكت، بتضحك على مزعلك عشان تنساه، عشان ما يفرقش معاك حاجة، عشان تبقى دايما فيك طاقة إيجابية. ولو شوية قد كده، ما تقفلهاش علينا يا بابلاوي، مش عايزين أكتر من كده. 199 ده رقم الأس أم أس، ممكن تكلمونا على 2-18-10-8-66. مسا مسا 199 ده رقم الأس أم أس، ممكن تكلمونا على 2-18-10-8-66 أو تبعتونا على الفان بيج فيسبوك / راديو 99 أو على تويتر هاشتاج اتمسوا أو راديو 99. حد بيقول لك انا ملخص حياتي ده بالظبط. عارف لما تيجي تمسك سودانيه عشان تقشرها فيفضل في ايدك القشر والسودانيه على الارض؟ جنب الاخر انت هتجيب لي ايه من الاخر؟ الو يا سامح. ايه يا سيالي؟ ايه يا سامح في ايه؟ الو عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ عليا النعمه. بص وحشني جدا الطلوع على الهواء. يا انت بقالك قد ايه ما طلعتش؟ ايه بقالك قد ايه ما طلعتش على الهواء؟ يعني ما طلعتش غير في اول رمضان، ولو تتذكر يعني معايا. لا مش عايزه اتذكر، انا هقفل. باي باي. لا يا سامح ما اقدرش. انت بتشتغل ايه يا سامح فكرني؟ انا الحلواني يا سالي. الحلواني بتاع البسبوسه. ازيك يا سامح؟ البرنامج عارفيني بقى، انا صديق الحاجه سالي. الله يبارك لك يا رب. قول لي بقى يا سامح ملخص حياتك ايه؟ ما انا قلت لك قرف وزهق وبهدله بصراحه. انت المفروض ملخص حياتك حلويات. حلويات بس بهدله بعيد عنك. بس حلويات زهقت منها. عايز حوادق؟ حوادق؟ حوادق ايه بس؟ حوادق ايه؟ بص انا عايز اقول قبل اي حاجه الف سلامه على المعلم الكبير احمد. الله يسلمك. الله يسلمك. يا رب يقوم لنا بالسلامه باذن الله. ربنا يخليك. يا رب وتسلم لي. ميرسي يا سامح ونورتني. خلاص انت مش سلمت على يونس. باي باي. استنى معلم بس نفسه يكلم حضرتك. مين المعلم؟ مين المعلم؟ محمد حسين. اديهول. خد يا محمد. الو. السلام عليكم معلم محمد. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. انت عندك كام سنه يا محمد؟ انا 14 بصراحه. كام؟ 14. طيب نفسك تطلع ايه لما تكبر؟ صراحة نفسي اطلع مهندس. مهندس؟ مهندس ايه؟ مهندس ميكانيكا طيارات. ميكانيكا سيارات؟ ليه كده يا حماد؟ ليه كده يا حماد؟ الدنيا حلوة. طيارات. ماشي هعديها لك هعديها لك. طب بتحب الطيارات وبتفهم فيها وكده ولا هو حلم هتضيع لنا وقتنا بيه؟ بأمانة ربنا بصراحة مش قوي. طب ينفع؟ لا كده انت جدع، كده انت حبيبي وكفاءة. تسلم لي ونورتني. ميرسي يا محمد. ايوه سامح. سامح دي مكالمة بيت قوي فاهم، دي مكالمة تليفون بيت. اديلي بقى طنط اشجان. طنط اشجان فاضل هي بس اللي ما سلمتش عليا.
مين؟ طنط اشجان مش عارفه يا مين. حد ولا اشجان ولا مش اشجان. طب عايز تقول ايه؟ قول. ها عايز اسلم بس على كل الناس اللي بتسمعوا الاذاعه. انت محبوب وليك جماهير طبعا. ايه تاني؟ جماهيرك كلها. كل الناس اللي بيسمعوا الثاني. تسلم لي ونورتني. على راسي وحياة ربنا. ميرسي يا سامح. شكرا. باي باي. باي باي. انتوا حلوين. حلوين 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 والله يا حلوين. الو الو الو. ازيك يا عبد الجواد؟ ازيك يا سالي؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ انا بخير طول ما تفكر ومنور الدنيا ربنا يبارك لك ويسعدك. كل اللي احسن حال يا رب. الله يخليك. ايه بقى حياتك ملخصها ايه؟ عامله ازاي؟ بص، دلع، استهتار، تعب، مسؤولية، نجاح. دلع، استهتار، ايه؟ تعب، تعب، مسؤولية، نجاح. نجاح يعني إيه؟ وصلت للنجاح. انت وصلت خلاص للليفل الاخير. لا مش لا يعني بص، الحمد لله بقيت دلوقتي عندي بيت وزوجة اولاد ومتحمل المسؤولية، فده في حد ذاته الحمد لله بالنسبة لي يعتبر النجاح كبير. هل يا ترى النجاح حبك زي ما انت بتحبه؟ ده سؤال وجودي. اعتقد بعد 5 سنين جواز وست اشهر كده هو حبيبي. انت يا دوبك تطلق طالما عديت الخمس سنين. بتحبك جدا على فكره. لو النبي ما اقدر سلم لي عليها. الله يسلمك. والله بتحبك جدا يا على راسي والله العظيم. تسلم لي يا عبد الجواد ونورتني. ميرسي. الله يخليك وانت منوره الدنيا. ربنا يبارك لكم. ميرسي. باي 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 باي. عجبتني قوي مسج بقى 91 تسالك سودانيه ايه اللي وقعت؟ انت بتجيبي الكلام ده منين؟ ما توطي تاخديها وما تعملناش فيلم. ده حسين العدوي. امشي من هنا على طول على طول عشان ده حب. بتحبيني يا هدى؟ انا قلبي كان حاسس ان انت بتحبيني. تحيه جامده لسالي والشاعره اسراء واليونس. وسمعني سلام جامد لسالي عبد السلام حبيبتي يا سالي. يا حبيبتي تسلمي لي على الكلام الحلو ده. حياتي تمام وزي اللوز. ممكن اعرف اخبار يونس؟ وبعد سلام ليكي واليونس. دي حفصة ان شاء الله. يونس هينور قريب يعني باذن الله، بس ادعوا له، هو تعبان شوية وان شاء الله هيبقى كويس باذن الله. وسلامه. حلوين. الله حلوين. 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 كلكم حلوين. في كمان محمد عياده بسلم عليك. ملخص حياتنا بجد يا الله يرحمه تحمل الدنيا. حرام عليك. لا هو في حاجة تانية بتقولك ايه؟ لا دهية لا تكون دي احلى سنين حياتنا. يعني انا كده عايشة في ايه؟ في ورد الحياة. انا خايفة ان اللي بعد كده يبقى يعني اجي اقول يا ريتني كنت في كده. ده ممكن نخاف منها. في كمان سالي وحشاني اخبارك ايه؟ بقالي كتير ما سمعتكيش عشان كنت تعبانة. شيماء سلامتك يا روحي ومنوراني يا حبيبتي. حياتي زي الترمسة. ده شكس. الترمس بنيجي ناكله ممكن القشرة هي تقف في بقك والترمسة تقع. في كمان ببعت سلامي دي دعاء. تسلمي لي يا دعاء. بتمسي على سمعين سلام عبد السلام. مسا مسا 199 رقم الاس ام اس. ممكن تكلمونا على 2-18-10-8-66 او تبعتونا على الفان بيج facebook.com/radio9090 او على تويتر. بسلم عليكم كلكم. شايفه كل البوست. بسلم على نور الهدى. بسلم على امينه. بسلم عليكم كلكم. هاشتاج اتمسوا او راديو 9090. انا ملخص حياتي هو ده. عارف لما تيجي تمسك سودانية والقشرة هي اللي تفضل في ايدك والسودانية في الارض؟ هو ده. بس مش هقول رأيي غير في خمسة صيانة. هقول لكم انا حياتي عاملة ازاي بالظبط. هقول الحقيقة والله. يا حفصة. الو. ايوه سالي. ازيك يا روحي؟ اخبارك ايه؟ انا تمام الحمد لله. انت عندك كام سنة؟ انت مش متخيلة ان انا يعني ايه؟ مش قادرة. انا مش قادرة والله. يا روحي والنبي يعني. انت عندك كام سنة طيب؟ انا رايحه ثانيه ثانوي. انت حفصه ده اسم مصري؟ انت مصريه؟ اسم سعودي جدا. لا هي حفصه وحصه هي من ايام الرسول عليه الصلاه والسلام. عليه والسلام. افضل الصلاه والسلام يا حبيبتي. طب قولي لي حياتك عامله زي ايه؟ انا حياتي عامله زي الفل يعني. داخلين بقى على ثانويه عامه ولسه داخلين ثانيه ثانوي بقى. نفسك تبقي ايه يا حفصه؟ انت فل يا لولا والله. نفسك تبقي ايه؟ انا ممكن ادخل اعلام وممكن ادخل فنون جميله. بس لسه نصرف نظر عن اعلام ونصرف نظر عن فنون جميله. انا لسه فنون ايه؟ نصرف نظر عنهم الاثنين. فنون جميله بتعرفي إيه ترسمي يعني؟ الاول ايه بتعرفي ترسمي؟ انا في الرسم مش قوي بس بعرف لا اقفلي الراديو. اقفلي الراديو يعني وتعليلي حاجات على حاجات على. بتعرفي ترسمي كويس؟ حاجات قديمة عندي في البيت و
طب حفظة ما يعني تعملي لي. طب اقول لك خلاص بتركبها على بعض بتكون زي لوحة كده او تحفة فنية. سيبنا من دي من التحفة الفنية، وريني تحفة فنية على الهواء، اعملي مذيعة على الهواء. يعني انت بتقدمي برنامج تمسو، هتعملي ايه؟ اعمل ايه؟ هتقولي ايه؟ لا اله الا الله. مش عارفه والله العظيم بك يعني، ومش قادره لا يعني ما فيش حاجه اسمها كده. انت مذيعه هوا. ها اهلا بيكم في برنامج تمسو على وتصلوا بين على 2-18-10-86. ايوه النهارده برنامج هيقدم لكم حاجه جميله جدا. والموضوع بتاعنا النهارده شيق جدا وجميل جدا ان شاء الله يعني، وهيعجبكم. والبرنامج بيتكلم والموضوع بتاع النهارده بيتكلم عن ايه بقى؟ انا شفت حاجه يعني انت قلتي في الاول يعني خلاص يعني. ربنا يوفقك يا روحي وتعملي كل اللي نفسك فيه. نورتيني يا حبيبتي، ميرسي يا حفص. والله انا مش قادره يا روحي والنبي. سلامي يا احمد يونس طبعا الكبير والمعلمين كلهم حبيبتي انا كلهم على راسي. بمسي عليكي وبمسي على احمد يونس ده في الاول وفي الاخر. مسا يعني مسا يا روحي حبيبتي، تسلمي لي ونورتيني. ميرسي، باي باي. سلام. جينا يا زاهي بحبك انا. الو يا احمد. مساء الفل. مساء الجمال. عايز ايه يا احمد؟ هبقى اقول بسرعه. انا هقول لك على حاجه بصراحه، ملخص حياتي كده. هو اخفاق. الاخفاق ده كان مره ان انا ما قدرتش. اخفاق؟ طب يعني ايه اخفاق؟ يعني ايه اخفاق؟ الاخفاق ده اول حاجه ما قدرتش ان انا اوصل لهدفي، وكانت الكليه اللي انا عايز ادخلها. فشلت يعني. اخفاق بقى فاشل اي حاجه تقول عليها قولي. تمام. اتظلمت مرتين. اتظلمت مرتين، وكان في ظلم مره من دكتور. ربنا ينتقم من الله نعم الوكيل. ما بندعيش على حد، بنقول حسبي الله ونعم الوكيل بس. ها قعد يمتحن فيها 35 دقيقه قران شفا عشان انا اظهر. وفي الاخر خالص راح سالني سؤال، بقول لك ايه السؤال ده بقى؟ لو جاوبته هتنجح، ما جاوبتوش مش هنجحك. What is your name؟ بس كده مرجان احمد مرجان. والله العظيم شلت المادة. احمد امشي يا احمد خلاص مش قادر. لا اكمل بس اكمل. الظلم الثاني، الظلم الثاني يعني انا مش عايز اقوله على هوا، بس هو كان ظلم من حد من اهله وكده. تمام؟ فبقول له ربنا يسامحك. هي مش حلقة الظلم على فكرة، انت مش طالع في 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 برنامج اعترافات ليلية. يعني بقول لك الملخص اهو. ملخص حياتك ايه؟ اخفاق؟ في لا في نجاح. النجاح ده ان انا بصراحه ان انا كنت واحد من ضمن مشجعي النادي الاهلي اللي بقول له مبروك. مبروك. لان انا كانت العمليه مش ناقصه، انا لو كنت شجعت الزمالك بقى كنت انتحر وخلاص. باي باي يا احمد. باي باي يا احمد، انت كده بتخبط جامد. باي باي يا احمد. تسلم لي ونورتني. ميرسي يا احمد. باي باي. مش هنتكلم في اهلي وزمالك طبعا. لان كلنا عاذرين المذيعه لانها زملكاويه. لا مش هنتكلم، انتوا بتغزوني. 199 ده رقم الاس ام اس، ممكن تكلمونا على 2-18-10-8-66 او تبعتونا على الفان بيج فيسبوك / راديو 99 او على تويتر هاشتاج تمسوا او راديو 99. وتمسوا قولوا يا مس. مسا مسا رؤوف. مسا نو يا سيدي. يا جدع انت لغين، عيش مع اللحظه. اقول لك مسا مسا رؤوف تقول لي مسا مسا ابراهيم. مسا مسا رؤوف. مسا مسا يا ابراهيم. مسا مسا. ايوه كده. مسا مسا سيبني في حالي. كلمونا على 2-18-10-8-66 او بعتولنا على الفان بيج فيسبوك / راديو 99 او على تويتر هاشتاج تمسو او راديو 99 او الاس ام اس 199. لسه معكم سالي عبد السلام كل التلات واربع. وتمسوا قولوا يا مسا. بقول لكم ايه، انا يعني هو حاجه لقيتها على الفيسبوك بيقول لك ايه، بيقول لك انا حياتي عامله زي السودانيه. ممكن اكون انا بس انا مش هقول دلوقتي. حياتي عامله زي السودانيه اللي انت جيت تقشرها ما لقيتش الا القشره في ايدك بس خلاص. في ناس مرحلة الوحش ان هو نفسه يعني نفسي قبل الوحش هفضل العب طول عمري سوبر ماريو بس بجري باخد لايف مش عارف ايه اخد اكل وادوس على السلحفة عشان ما تموتنيش. في الاخر عمري ما قابلت الوحش. في ناس كده. هيسلم على كل الناس اللي على 199. في حد بيقول اهو شيكس مبدع قال لك هدفي في الحياة طلع تسلل مش مبدع، انا عايشة في الملكوت كده وخلاص. ده رقم اخره 14-16 وماله. اسراء وحشتيني انت كمان يا حبيبتي. مسا مسا. مريم بتقولي سالي كلميني نرغي شوية. حبيبتي هو مش كشك أبلة سميحة والله يعني مش هينفع. هنا الهوى ماما ازاي؟ طيب ليه؟ أنا حياتي ضاعت بعد ما تعبت بس الحمد لله لأن كان عندي مطعم سمك وراح. دي شيماء. شيماء فاكراكي يا روحي وربنا يعينك إن شاء الله وتعملي أحسن وأحسن وأحسن. في كمان محمد عادل. ماشي يا محمد.
عايز اسلم على كل الناس اللي على الفان بيج فيسبوك سلاش راديو 90. ايوه يا اسراء، شفتي لما كتبتي اسراء عبد الفتاح بدل الشعر اسراء الفيسبوك نور ازاي؟ بذمتك حياتك ما اختلفتش؟ قالت لك انا حياتي عامله زي الموزاية، قشرتها ان انا قشرتها يعني وفضل معايا القشره، والقشره وقعت مني وغيري اتزحلق بيها. طب لا زحلقتك انت كمان. ماشي. في كمان شريف جوده بسلم عليك، قال انت عارفه كيلو السوداني بقى بكام؟ هاتي كبشه وخلاص. انا بحب السوداني جدا بس اللي مش مملح. سامح صابر بسلم عليك. في من تاني من قال لك ايه المفروض الواحد يقعد على الرصيف واي حد معدي يكعبله؟ سوداني ايه؟ ليه سامح؟ ليه سامح؟ استنى لما نشوف صورتك. لا سامح لا، يعني انت راجل كبير ليه تعمل كده؟ راجل كويس كمان. منى طلعت بسلم عليكي، بتقول لك يعني تكتبي بقلم ويقطع. ماشي. رشاد سرحان بسلم عليك، محمد حسن بسلم عليك، تسلم لي وعلى راسي. احمد ادهم بسلم عليك، قال لك تتلخص في كلمتين، الزحمه وانا رايح الشغل وانا راجع برضو في الزحمه من الشغل. ماشي. في حد بيقول ملخص حياتي، ده محمد عاطف، ملخص حياتي حاجه زي اللي عربيته خلصت بنزين ويادوب مش معاه فلوس غير يادوب يمون، وبعد ما يمون يطلع اكتشف ان العيب في حاجه تانية. اه دي بتحصل. ايمان ثانك يو يا حبيبتي وتسلمي لي، وبرده على راسي. عايز اسلم على كل الناس اللي على تويتر. امينه خالد بسلم عليكي يا حبيبتي، وجينا زاهي بسلم عليكي تاني، وشوشو عماله تاخدي صور انت من اونلاين ستريمينج يا حبيبتي. في كمان روينا بسلم عليكي، قلت لك لما تكون مذيعه زملكاويه والجمهور اهلاوي بس يا ماما، ولا مش هنتكلم في الموضوع ده. اسراء بسلم عليكي تاني، محمد تريكه بسلم عليك. لا مش عارفه لسه يعني، لما انوي هقول لكم. 91.9 رقم الاس ام اس، وتمسوا وقولوا يا ميسا اللي فتحنا في المنطقه والمحطات الفضائيه. حسن احنا لسه بنبتدي، لسه بنقول يا هادي. 91.9 رقم الاس ام اس، ممكن تكلمونا على 2-18-10-8-66 او تبعتونا على الفان بيج فيسبوك سلاش الراديو 90.9 او هاشتاج تمسوا بقى صح. على تويتر هاشتاج تمسوا او راديو 90.9. نوال بس يا نوال، ما تقعديش تبعتي عماله ابص عليكي وسايبه اللي انا بقوله يا بنتي. ملخص حياتك، في حد بيقول انا ملخص حياتي اني جيت امسك السودانيه بقشرها وقعت وفضل في ايدي القشره. انت ملخص حياتك ايه؟ بامانه ربنا. الو يا استاذ محمد. السلام عليكم يا ستي. عليكم السلام، ازاي حضرتك اخبارك ايه؟ ربنا يخليكي وربنا يوفقك انت والفريق اللي معاك وبصفه مستمره. ربنا يكرمك. حضرتك عندك كام سنه يا فندم؟ لا انا في سن والدك. كام يعني؟ بابي حاجه او 60. لا و70 كمان. ما شاء الله، الله اكبر. وبتسمعنا على طول باذن الله. شوف يا ست الستات اتفضل. انا ربنا يخليك، انا البنت اللي انا سمعتها اللي كانت قالت نفسها يا اعلام او الفنون. فانا عشان كده قلت اطلب حضرتك منها اتشرف بيكي واقول لي راسي. لا عفوا تسلم راسي. ربنا يخليك تسلم لي. تعيشي وتسلمي انت وكل حبايبك. فالنصيحه للبنت بنتنا دي تعمل حاجتين، ما دام ما بتعرفش ترسم كويس يبقى تصرف نظر عن الفنون الجميله. في بديل ليها اسمها الفنون التطبيقيه. تعمل الاتي، لان انا خريج فنون برضه واختبر حضرتك الجميله، بس عشان ليها الرغبه دي هتقوم تعمل ايه وهي راحة ثالثه ثانوي دلوقتي. تعمل شقين اثنين، في اثناء دراستها تسال المدرس بتاع الرسم يديها القواعد والمبادئ اللي هو يقدر اللي تقدر تستوعبها اثناء الدراسه. وبعد ما تخلص الامتحان على طول تيجي على كلية الفنون التطبيقية. عشان هي لو راحت حتى من بكرة الفنون التطبيقية اللي هي عند جامعة تبقى متدربة. ايوه لا بيبقى معزقة يافطة، بتبقى عارفة ايه اللي ايه المطلوب منها، واخدة بال حضرتك؟ فبيدوها الدورة دي عدة ايام مكثفة. طب انا عايز اسألك سؤال، تضمن ان هي تخش الفنون التطبيقية وما تحرمتش اسمها من كلية الفنون. هي زمانها سمع سمعت يا حفصة اعملي كده. عايزة بقى اسألك سؤال، بما انك اسألي يا حبيبتي طبعا ليك يعني خبرات في الحياه وبقالك كتير اهو اتعلمت كتير، ملخص حياتك ايه؟ ملخص حياتي ايه؟ تشبهها بايه؟ اشبهها بايه؟ ما تزعليش مني. لا كان قالها عليه السلام، دخلت من باب وخرجت من باب، يعني الدنيا دي ما تستاهلش اي حاجه لاي حاجه، يعني حتى اللي يسيء ادبه ليا ابتسم له
وادعي له واجعل نفسي معاه بالهدايه والستر. وما ردش عليه. تسلم لي ونورتني وعلى راسي والله العظيم. تسلم راسي. ربنا يخليك ليا. تسلم لي. تسلموا كلكم. ميرسي. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. شوفوا الحلاوه بقى. حلوين. حلوين. كل الناس بتسمع 90 90. حلوين. حلوين. والله انتوا حلوين. في حد بعت لي على 199. بص بعد المكالمه الحلوه دي تلاقي مثلا حد بعت لك على 199 يبعت لي 199. هقول رقمك على الهوا. اقول رقمك واسلمك على الهوا وخلاص. ماشي. اخر رقمه يا جماعه 658. ما حدش هيعرفك. في كمان من تاني من تاني من تاني. عمر بسلم عليك. وفي كمان احمد قال لك انا انت برج انا برج الياسمين. تهزرش تاني. في كمان انا السودانيه الفاضيه اللي في حياتي القاضيه ولا الفاضيه اني واحده في حياتي مراتي. ده مروان. مروان هتعرف على فكره. ممكن اقول رقمك. في كمان كنت راسم لك صوره في خيالي بس والله شويه عليكي لكن اتصدمت انك طلعتي زملكاويه. اللي حصل بقى يا فندم وراسه بقى يا فندم. معلش. هاني شنود انا بسلم عليك وتسلم لي على راسي. في كمان ملخص حياتي حرب مره تكسب ومره تخسر. ماشي. عصام عبيد انا بسلم عليك. في كمان من تاني من تاني من تاني. مريومة بسلم عليكي يا حبيبتي. في وحشاني اول مره اشوفك من شهر رمضان. نورني بس المسج ما كملتش. لا انت اللي قلت راسم لك صوره في خيالي وكده وانا ما انا برضو هعمل ايه. ما هو يعني الحلو ما بيكمل. مسمسه وبمسي عليك ودايما يقول لك ايه يعني الواحد هو بيبقى قاعد والرزق يجي كده وهو قاعد على نياتكم ترزقون. انا يا اخويا قلت المسج من هنا بتاعت مروان لقيت ندى بتكلمني بتقولي انا مرات مروان. الو اهلا. انت اصلا كنت تسمعي البرنامج بالصدفه؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله تمام. كنت عرفتي توصلي لنا ازاي؟ يعني انت سمعتي المسج من الموبايل اصلا في ساعتها. بصي هو حضرتك عشان تتاكدي يا استاذه ندى هو اخر رقمه 029. ايوه هو انا بكلمك من الموبايل. لا بصي بقى كتب ايه يعني عايدها تاني لما سمعتي السودانيه الفاضيه اللي في حياتي يعني اهو مراتي هو قال كده. لا بصي بقى هو انا شايفاه كان ماسك الموبايل عمال اقول له سيب الموبايل انت فين. عادي خالص. بس بعمل حاجه وبعدين انت رجعتي من اللينك الثاني اللي فات ده ولقيته منصت قوي فانا شكيت هو في حاجه ولا مالك مركز قوي كده انت عمال ترغي في وسطه. وبعدين اول ما انت قريتي المسج ده في الاخر يرضيكي مروان قمت بصاله قال لي اقسم بالله مولادي اقسم بالله مولادي قريتيها غلط فاضي انا كنت هنزل في الشارع. طب لعلمك لا والله العظيم بصي فيه مش 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 قاف هو قال والنقطة بس اللي عليها فاضية في حياة مراتي او انا السودانية الفاضية في حياة مراتي. دي حقيقة. شفتي شفتي بقى انا حريقة برضه. انا عايزة اقولك عارفة لو شلنا انا يبقى بيتكلم عليكي بيتكلم عليكي يا ندى. طب هو طلع سودانية فاضية؟ تعرفي ان كل كلمة انت بتقوليها هتتحس عليها فاضية انا مش انا على فكرة اقسم بالله مولادي برضه. قولي لي بقى انت لا هو السودانية الفاضية للأمانة هو السودانية فاضية؟ انتوا بقالكوا قد ايه متجوزين؟ احنا بقى انا كده كام؟ 5 سنين؟ 5 سنين؟ لا لسه شوية لسه شوية هسيب لك حلوين قوي حلوين قوي يا دوبك. طب عندكوا بيبيز ولا ما عندكوش؟ عندنا بنوته عندنا فريده. ايه ده ما شاء الله. طب وهو قاعد جنبك ليه مش في الشغل البي؟ لا احنا رايحين لعيد ميلاد مامته فانا كنت هفوز الموضوع وهنزل ده في نص الطريق وتخربي علينا وتودينا في داهيه بس الحمد لله. طب بقول لك ايه ما انا جبت لك فرصه تخلعي قولي له انا مش موجوده. هي وصلت من غير انا هي وصلت السودانيه الفاضيه اللي في حياتي. انا عايز اقول لك انا اول ما انت قلتي المسج فتحت المسج عندي قلت اقسم بالله مسحتها ما كنتش اقصد هي انا شفتي كنت هجيب لك فرصه انك تخلعي من عيد ميلاد بس خلاص. لا لا ده عيد ميلاد ده حلو دي حاجه جميله بس انا كنت عايزه افوز اليوم بقى بما انك قلت يعني طلعتي اللي جواكي كله. ايوه شفتي خلاص غل سوادي يا جماعه بتغلي لدرجه انك تبوظي كل حاجه. ايوه انا كنت عايزه ابوظ كل حاجه بس تبت خلاص حبيبتي. طب انت ملخص حياتك ايه؟ ملخص حياتي انا؟ والله هو انا ممكن انا ملخص حياتي فعلا سودانيه لكن سودانية. لا مروان في حياتي مش سودانيه. لا مروان حاجه جميله. طب عشان تبسطي مروان بتحبي مامته؟ لا مامته حلوه جدا يعني لازم اي راجل عشان تحاولي تبسطيه كمان تبسطي اهله عشان يبقى راضي ومبسوط عشان خاطر لا هو اهله اهلي يعني ما بحسش بفرق. جدع شفتي برافو دي الست الصح اللي عايزه تعيش. نزلت في نص الطريق فعلا لو نزلت دلوقتي ممكن اتخطف ولا حاجه. ايوه خلي بالك قولي لحماتك كل سنه وهي طيبه. ميرسي يا سالي. ثانك يو يا حبيبتي. ميرسي يا ندى. باي باي. باي.
والله احنا حاولنا نعمل اللي علينا بس يعني ندى طلعت نصح. بتحبيني يا هدى؟ انا عندي كان حاسس ان انت بتحبيني. خلاص ندى راحت مننا. محمد عزباوي بسلم عليك، محمد شعبان بسلم عليك، ومحمد بكر وندى زيدان يا حبيبتي تسلمي لي. قالت لك تتلخص في كلمتين كده، الصبر والعذاب عقبال ما اوصل او ما توصلي حبيبتي بيقولي. محمود مصطفى انا بسلم عليك. في كمان عبد الله منجد بسلم عليك، تسلم لي، انا كنت عايز اقول الاثنين. اسلام عباس بسلم عليك والله. في كمان محمود سليمان بس بقى. دعاء ادم بسلم عليكي، وجمال شفعي بسلم عليك. عايز اسلم على كل الناس اللي على تويتر، وسالي ريهام ام سالي طبعا على راسي يا روحي انت وسالي. بتقول سلمي على مروة الجوري من السودان على راسي، وشريهان وشوش من الامارات على الهاشتاج بيسمعوكي وبيحبوكي، وهنعمل تجمع عربي. يلا بينا بقى، يلا بينا بقى. في كمان نوال بسلم عليكي، وندى واسراء وهاجر. وندى انت عامله ليه ندى مشاكل؟ تريكه بسلم عليك، وريهام قلتها يا حبيبتي. انا هديكوا راحت عليك على الراديو 99 سالي عبد السلام، بتمسي على اللي سامعين سالي عبد السلام، وبنمسي عليكم مسا 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 هاشتاج تمسوا او راديو 99 بسلم عليكم كلكم واحد واحد. في حد بيقول انا ملخص حياتي اني جيت اقشر السودانيه ما فضلش معايا الا القشره والسودانيه وقعت على الارض. انت بقى ملخص حياتك ايه؟ ايه بقى؟ ايه ليه بقى؟ ليه؟ الو يا هبه. الو. هاي يا حبيبتي ازيك؟ اخبارك ايه؟ يا عمر عامله ايه؟ الحمد لله. هبه انت عندك كام سنه؟ عندي 31. حلوين. بتشتغلي؟ بتشتغلي ايه؟ ممرضه. انت ممرضه ملاك الرحمه وكده. يا حبيبتي. طب قولي لي انت متجوزه ولا مش متجوزه؟ لا انا مطلقه. معاكي ولاد؟ عندي عمر ما شاء الله، ربنا يخليه لك يا رب. ربنا يخليه. ملخص حياتي هبه ايه؟ احنا عرفنا كل حاجه عن هبه خلاص. ملخص حياتي هبه، وعايزه تدي نصيحه برضو، بتدي ملخص حياتها ان محدش يفضل يدي كل حاجه وما يستناش ياخد، لان ده لو بيفتكر ان دي حاجه حلوه هي مش حاجه حلوه. انا فضلت اضحي 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 لحد ما خدت بالجزمه في الاخر. وملخص الحياه زي مثلا شفتي اللي بتقول لي اللي رقص على السلم ولا اللي فوق شافوه ولا اللي تحت سمعوه، هو ده ملخص حياتي. بس بيقول لك ايه برضو انه لسه مع يعني اجمل ايام عمرنا ما جاتش، استنيها يا هبه معايا، اقفي على جنب هي نستناها. ما انا كان نفسي نخشش على ال 30 بس انا دخلت. لا خلاص ال 30 ما بتعديش بقى، ما بعدش يا جيمي خلاص، مش هتعدي وراها. حاولت كتير افضل واقفه في ال 30. لا لا مش هتعرفي توقفي الزمن. ثانك يو ونورتيني يا حبيبتي. ميرسي. ممكن ما بس يا اختي الصغيره بتحبك جدا ونفسها تكلمك. طب اديها لي. الو الو. قولي بجد ان انت سالي والمصحف سالي. يا حبيبتي والله بجد انت عندك كام سنه؟ يا حبيبتي. لا انا بحبك قوي 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 قوي. الله ايه الحلاوه دي، انت اسمك ايه طيب؟ انا بحبك انت يونس جدا، بس انا بحبك انت اكتر. يا حبيبتي ربنا يخليكي ليا وعلى راسي. لا مع انك زملكاويه وانا اهلاويه بس بحبك برضه. بس بكره اتغير، ادعي لي. يا رب والله. انت اسمك ايه؟ انا بصلي على سودي. مين؟ حبيبتي يا هند، وتسلمي لي ونورتيني وتكلميني دايما وتدعي لي على طول. ماشي. ثانك يو يا حبيبتي. يا اهلاويه زينا بقى. يا رب. ميرسي يا حبيبتي نورتيني. تفرحي يا سيدي، نفسي تفرحي معانا. بس يا بنتي بس يا بنتي سيبيني في حالي، سيبيني في اليأس اللي انا فيه. لا والله هتفرحي والله. تخيلي امبارح كده شعورك وانت كده كذابه وبترقصي اللعيبه وبتدخليها. يا ولد يا اهلاوي انت. لا لا امبارح احنا استمتعنا، سيبك من اللي فات. انا نفسي استمتع. او ده عمر. ها ده عمر ده شغال اهلي اهلي. لا ام عمر ام عمر كمان. لا ده العيله كلها يا جماعه، مكالمات عائليه النهارده. حرام عمر زملكاوي. طب برافو، او في حد فيه امل يا بنتي. يلا بقى. ثانك يو ونورتيني يا دودو. وانا كمان يا روحي، وانا كمان ربنا يسعدك. باي باي يا حبيبتي. باي باي. لا حلوين يعني حلوين حلوين. ما باخدش مكالمه واحده، باخد العيله كلها. انا حرام. حلوين واحد 99 رقم الاس ام اس. في حد حسين العدوي بيتلكك، قال لك والله انت مصيبه وهتطلقينا كلنا. لا حاسب على كلامك، انا واخداكوا كده. في كمان كبسه ده مروان. مروان يا جماعه مروان اتقفش، مش هقول اكتر من كده. بتمسي على اللي سامعين سلام عبد السلام.
بمسي عليكم واحد 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 واحد. ياه انت شديد قوي مع الموظفين بتوعك يا سيدي. كلكم ثلاثه شداد. حفصه بنسلم عليكي. حفصه انبسطت قوي. اتبسطت صح؟ هو هي انبساط ولا اتبساط؟ انا بعرف انا اتبسطت بس انبسطت دي مش في ناس بتقولها كده طبعا بس انا ما اعرفش. شكرا ليك يا سالي انت والحاج محمد. ارجو ان يكون اسمه صح صح يا حبيبتي دي حفصه. انبسطت جدا. انا انبسطت بيك جدا يا حاج محمد. انت بتسمع وبتكلم الناس وبتدي نصيحه وطبعا ليك خبره كبيره في الحياه ورايك ويحترم وعلى راسي من فوق والله العظيم. 199 رقم الاس ام اس. ممكن تكلمونا على 2-18-10-8-66 او تبعتوا لنا على الفان بيج فيسبوك / راديو 99 او على تويتر هاشتاج اتمسوا او راديو 99. يا سمير البدري انا بسلم عليك. انت كل دي مسج يعني كل ده يعني السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ملخص حياه الانسان في الدنيا. كل ده احنا مش هنلحق. مين عطى بيسلم عليا وفتحي بي بدر. انا بسلم عليك يا استاذ مينا جدا. مسا مينا يسالنوه يا سيدي. رحمني بقى ايش بقى اللحظه اقول لك مسا رؤوف تقول لي مسا ابراهيم. مسا رؤوف. مسا يا ابراهيم. مسا ايوه كده ايوه كده. محمد زيدان لا انا مش زعلانه منك والله العظيم. بيقول لك ليه مش بتقولي رسائلي؟ انا مضطر اسمعك يعني. وانت مضطر مصيبه ان انت مضطر تسمعني عشان فيا شويه من دم يونس. ربنا يبارك لك يونس على راسي طبعا وانا اتبسط لما تشبه بيه في يوم من الايام. اصلا ابو ليلى الغريب تغريب معانا قال لك عارفه لما اكون شاحن رصيد وارن على حد يقول لي رصيدك اقل من 2 جنيه هو ده ملخص حياتي. نشحن تاني جيب فلوس تاني. مين تاني اسراء بسلم عليكي والايوبي بسلم عليك. انت اسمك جميل يعني الايوبي حاجه جميله جدا طبعا يعني. انا مش عارفه اقول ايه الحقيقه. انتوا يعني لو رديت بتزعلوا فانا هفضل ساكته. وسيم الحسين بسلم عليك تسلم لي. متهيألي من السعوديه صح. في كمان شوشو حجازي. ايه شوشو الصور الجميله جي. انت واخده صور من رجب حوش صاحبك عني ماشي. في كمان محمد تريكا بسلم عليك. وريهام علي بسلم عليك يا حبيبتي على تويتر. في كمان من تاني مروه جوري بسلم عليكي. واسراء بسلم عليكي. ونوال بتقعد يا جماعه تقطع بقى من الاونلاين. في كمان في ناس حياتها مليانه قوي لدرجه ان هي مش عارفه تفضى 5 دقايق تقول ملخص حياتها ايه. متخيل انت لما يبقى حد كده؟ ندعي بقى ندعي ان احنا نلاقي 5 دقايق وقت يعني او نلاقي حاجه للناس اللي بتحبنا يعني نلاقي وقت ونحبهم وناخد بالنا منهم ونحافظ عليهم. تيجوا نتكلم جد. يلا جد بقى. خمسه صيانه. يلا نتكلم جد بقى شويه. ملخص حياتي انا بقى ايه بقى اقول لكم. مش زي السودانيه. هي السودانيه اللي طلعت بقشرها دي شويه. عارف اللي كل شوية يجيله الحاجة اللي كان نفسه فيها في الأول يعني في الأول قبل سنتين مثلا كان ما كانش بيجي الحاجة اللي أنا نفسي فيها اللي هو هموت وقابل الوحش مرحلة الوحش أقفل اللعبة بعد ما خلص كل حاجة وتخلص خلاص يعني أنت بتخلص ورقك بتخلص مقابلات بتعمل كل حاجة فجأة ما بتقابلش الوحش فجأة يجيلك جيم أوفر يجيلك سحلفة تروح لازقة فيك زي سوبر ماريو وتروح رايحة منك. دلوقتي بقت حاجه تانية خالص بقى. عارف اللي بيجيله الحاجه اللي بيفرح بيها قوي 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 ويخاف ان هو من كتر فرحته بيحسد نفسه فبتروح كل حاجه بقت بتروح بس لسه اللي جاي احلى يعني. انا اخر مسج كنت حابه اختم بيها على 199 بتقول ملخص حياتي حاجه حلوه بحبها راحت. بيقول حاجه حلوه بحبها راحت بس مستني الاجمل من عند ربنا. انا قابلت الوحش يعني كان نفسي اقابل الوحش قابلت الوحش بس ما طلعش الوحش اللي يعني ما طلعش هو ده الجيم اللي انا نفسي العبه. الجيم طلع غلط تماما. كنت متعشمه وعماله اقول انا هعمل وهعمل وهعمل ما لحقتش اعمل او ما جاتليش الفرصه ان انا اعمل. في حاجات كتير قوي نفسي اعملها لسه ما جاتش بس مش هنزعل هنستنى ان ربنا يجيب الاحلى والاحلى طول ما احنا عايشين. بتلاقي دايما بيسخر لك عباده الصالحين. بتلاقي كام حد كده حواليك بكلمه منه بس ممكن تغير لك مودك ممكن تغير لك مصيرك ممكن تغير لك حياتك. بس لما تلعب تختار اللعبه اللي هتلعبها عشان لما تلعب تلعب صح يا ما تلعبش. في حاجه اسمها فن الانسحاب بالشياكه. امتى تخلع بالشياكه وامتى تكمل اللعبه وتقول انا قدها. لازم تتعلم. هتلعب يبقى تتعلم تلعب ازاي. تتعلم تطلب ايه. تتعلم نفسك في ايه.
تتعلم هتبدي ايه على ايه، عشان ما تجيش تقول ملخص حياتي السودانية اللي طلع في ايدي القشرة وبس. لسه اللي جاي احلى بكتير، صح؟ افرح افرح وعلي الكسد.